اليوم جايين على بركه الله غادي نديرو لي زيبيناغ. لي زيبيناغ انا كنشدهم اللي كنشريهم من المارشي كنغسلهم كنقطعهم كنخشيهم في الكونجيلاتور باش كيبقاو عندي يجي عندي الشغل كيسهل عليا. وهاد لي زيبيناغ كاين اللي كيديرهم بالزبده والملحه والبزار ولا كريم فريش سي تري بون مي موا جادور. انا كتعجبني بحال هكا تعجبني بزاف بحال هكا. دونك هنا كاين الثومه كاين الهريسه كاين الحامض مصير كاينه التحميره الكمون غنديرو في اخر المطاف تنبغيو نطفيو حيت الكمون كيمررها والملحه ما غنديرهاش لانه دايره المصير والا لاحظتوا لي زيبيناغ راه كيكونوا مالحين ملحتهم فيهم دونك ما دونك هنا غادي نديرو زويته بلديه خير الله ياك. وغادي نشدو لي زيب الكول ديالنا نقومو نحركوه بهريستو بما عطاه الله ياك. وهنايا غادي نجبد لي زيبيناغ ديالي لي كونجوليتهم ها هما وغادي نبداو كيطبقو بشوية بشوية ولي زيبيناغ غيطيبو في الماء ديالهم راهم مقطعين وصابين متخافوش من دوك العواد راه تاهما كيرطابو. فوالا وغنخليوها نسدو عليها ونخليوها تعرق ونوريكم من بعد ملي غادي نبغيو نديرو الكمون وملي نديرو التقديم الاخير. هانتوما راه ما غاديش نطول عليكم الفيديو بزاف. لي زيبيناغ ها هما لي زيبيناغ ديالنا كيهبطو حيت يهبطو خطره وحده. غادي نغطيهم باش يطلقو يعراقو وشدو بنتهم منهم فيهم والما ديالهم ما يضيعش. ما عمركم تسلقوهم لانهم ما كيتسلقوش. هما بعد ما غطيناهم نخليوهم يطيبوا بالتاويل عليهم ونبداو ساعه ساعه نحركوهم تيهبطوا كاملين ويشدوا قوامهم. بقاو نحركوهم وواحد المعلومه لي زيبيناغ مزيانين المالين السكر والا ما كانوش مالحين بزاف مزيانين حتى المالين طونسيون لانه ملحتهم فيهم وما كتحتاجيش ديري الملحه الصناعيه. هانتوما هما لي زيبيناغ ديالنا بداو كيطلقو كيجيو بنان ملي تحيد كيشدو قوامهم مزيان كيجيو بنان ياك. وهذا طاجين الخضاري فوالا سلام بخيركم تلاقاو في التقديم الاخير. هاهما لي زيبيناغ ديالنا طابو ولكن غنخليوهم يتشحروا حيت طلقوا الماء ديالهم. وحتى الاخر اخر اخر وحده ملي غنسخن باش نحطها غادي ندير شويه ديال الكمون ونزوقوها بزويتنات. تلقوا فيا راه كتجي زوينه زوينه بزاف. هنايا حنا زدنا الكمون راه نسيت ما وريتوش لكم غادي نسخنوها باش نقدموها نديرو التقديم الاخير. هذا هو التقديم الاخير واللي غادي نقول لكم على لي زيبيناغ مزيانين كيطيحوا السكر والحار الفلفله حاره كطيح السكر ومزيانه حتى المالي الكوليسترول وبهذه الطريقه كتجي من اروع ما يكون. لا تنذوق نجاوبكم بنينه. سلام بخيركم.